عملت مجموعة من الأعمال كتير منها كان كوميدي. عملت كوميدي قولي لي ايه اكتر اعمال انت حابه ظهورك فيها وحاسه ان هي كانت خطوه مهمه عندك؟ شوفي، هو ربع رومي كان كوميدي، كان اول حاجه كوميدي تقريبا عملتها ربع رومي، وبعد كده حكايات بنات الجزء الرابع ده كان كوميدي، كانت الناس كلها بتحبه، كان بالنسبه لهم عشاء يعني، بتضحكهم قوي يعني. الكوميدي حاجه صعبه، مش حاجه سهله خالص. كل اللي انت تعرفي تضحكي الناس وتضحكي المصريين وتخليهم يحبوكي، بصي على الاقل يقبلوكي يعني. انت فاهماني؟ فدي كانت حاجه صعبه، فالكوميدي بالنسبه لي حاجه صعبه. هاجر احمد، التواجد على المنصات الرقميه على الانترنت يعني زي ما بيقولوا سلاح ذو حدين. في حاجه كبيره جدا بتعمل تواصل مع الناس، وفي نفس الوقت بتخليكي عرضه طول الوقت انه اي حد مش عاجبه اي حاجه ينتقد بشكل موجع. انت علاقتك ايه بالمنصات الالكترونيه او الرقميه؟ بصي الحقيقه انا بشارك في الحاجات اللي موجوده، الحاجات الحقيقيه اللي انا حاساه يعني، لو في ترند حقيقي انا بشارك فيه، لكن مش ترند طالع لازم ازق نفسي فيه، انا مش كده، ما بعملش كده. والتواجد بتاعي بيبقى بشغلي اللي انا بنزله، بصور لطيفه، صور من الكواليس، صور حياتي كده، لكن ما بشاركش بحياتي الخاصه قوي يعني. بس انا سمعت ان انت بتحبي الغنى جدا وما لقيناكيش منزله حاجه غنى يا هاجر. بحب الغنى، بحب اسمع مزيكا، بحب الغنى، لكن بصي من الاخر انا مقتنعه ان انا صوتي حلو. يا روحي طب انت مقنوعه ليه؟ مش حقيقه، مش حقيقه يعني. ايوه بس كفايه ان انت مقتنعه ان صوتك حلو. يعني بصي احنا نعمله ايه؟ انت مقتنعه احنا هنقنع الناس ان صوتك حلو؟ نو هتقولي ميكروفون. لا 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 يلا لا لا والله. بصي اولا احنا هتغني بربع صوت، واحنا هنقول في ميكروفون، هنعملك ايكو صوت بقى وبتاع. طيب عشان هاجر ما تتخضش. اولا يا جماعه احنا في قاعده لطيفه مع نجاحات ومع فرحه زفاف، من حقها تعبر عن نفسها. اقول ايه؟ مش هنقيمها. انا مش عايزه الناس تعمل اي حاجه. ما بتغنيش يا جماعه. طب يلا ابدأي معايا. هتغنوا معايا ها؟ بجد؟ طب يلا ابدأوا عشان انا هدخل معاكم والله. يلا يلا. علمني 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 يا سيدي العارفين، ان كنت جاي تغني راح اسال قبل انا مين، ما تروحش تبيع الميه في حارة السقايين. علمين 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 يا سيدي العارفين، ان كنت جاي تغني راح اسال قبل انا مين، ما تروحش تبيع الميه في حارة السقايين. والله يعني حلو جدا. والله بيجاملوني ناس قوي. بالكوبليه اللي بعديه ايه هو؟ يا ملاك في الحب ضحايا. يلا ها يلا. يا ملاك في الحب ضحايا يحكوا عنك حكايات، يا ملاك في الحب ضحايا يحكوا عنك حكايات، بيقولوا انك بتألف في الليله سبع روايات، والغن والوحدة في ليلة تلحنها سبع مرات، وتروح تاني يوم وتقولها بحنين ودمع وآهات، وإن كنت جاي تغني روح اسأل قبل أنا مين، ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. خلاص. انا
كده والله انا شايفه الفرحه في عينيكي. انا كملت مسيرتي الفنيه ده بجد. هو في احلام صغيره لازم تتحقق عشان ما تبقاش في حياتي عمري ما جات لي الجرأه دي بجد يعني. ثانك يو سو ماتش حقيقي. احنا بنحقق الاحلام. أنا شكرا انك شجعتوني قوي. اوكي. لا والله بصي انا مبسوطه ان انت على راحتك وكل واحد فينا شايف في داخله مطرب. طبعا. يعني نقمعك ليه؟ يعني اتليست بمتع نفسي. يا جماعه وجب التنويه، احنا ما بنقدمش هاجر احمد على انها مطربه، لا احنا هي ممثله موهوبه بس بتحب تغني براحتها. هي حره. هاجر مش هتدخلي السينما قريب؟ ان شاء الله عندي فيلم مهم قوي بعمله، بس ده كان قبل الجواز بكتير، كان اهل الكهف. ده فيلم، ده مشروع عارفة. مشروع كبير ضخم جدا كبير، ومفروض ان احنا نسافر نكمل تصويره، وصورنا جزء منه كبير ومفروض نسافر نكمل تصويره. احكي لي تاليف اخراج، احكي لي الكاست بتاعه. هو روايه توفيق الحكيم، قصه اهل الكهف. والسيناريو استاذ ايمن بهجت قمر. واخراج الحاجة عمر عرفه. فيعني فيلم من الافلام اللي الناس منتظره المشروع ده تفاصيله ايه؟ لا حلو قوي قوي، وعامله الكاركتر دي يعني زي ما باينه، مش عايزه احرقها قوي، بس هي بنت قديسه. وقصه اهل الكهف بقى الحقيقيه. يعني روايه اهل الكهف الحقيقيه. قد ايه كنت يعني لما قريتي العمل متحمسه؟ بصي ممكن الدور مش مساحته كبيره، وهو كل الناس اللي مشاركين في الفيلم المساحات مش كبيره، بس هو الدور دور يعني المشهد في الفيلم بتمثيل صعب. كنت بتتكلمي على حاجه تانية بقى، في مشروعات اخرى؟ بعمل فيلم كوميدي اسمه زومبي، انا وعلي ربيع ومعايا ناس كتير، حمدي المرغني وكريم عفيفي واستاذ اشرف عبد الباقي طبعا، واخراج عمرو صلاح، وفيلم دمه خفيف قوي ومكتوب حلو، فلسه ده بنصوره حاليا. ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى فيها نشاط فني يكمل سعادتك ويكمل احساسك بالدنيا الجديده اللي انت دخلتيها. يا رب ان شاء الله. افلام ومسلسلات واعلانات ان شاء الله. والاهم ان انت كانسانه تبقي متحققه في اسرتك وفي بيتك وفي عملك، يبقى عندك احساس كده بالتحقق والاكتمال. يا رب ان شاء الله. ربنا يديكي الطاقه والقوه والهدوء النفسي اللي يخليكي تكملي خطوات ناجحه وحلوه تليق بيكي وتليق باطلالتك وجمالك وروحك الحلوه. يا هاجر يا رب. ميرسي لذوقك. شكرا. الفنانه الشابه هاجر احمد والعروسه الرائعه اللي كانت صورها وفيديوهاتها هي كل المنصات. انا شكرتها كممثله وكمتواجده على الانترنت، انما كمان واخيرا كمطربه في حلقه الليله بس.